مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ونتكلم عن أهم الأخبار التي ستحدث اليوم. النهاردة وزارة التموين هتبدأ صرف السلع التموينية، وده على بطاقات التموين، طبعا بعد الزيادة اللي وجه بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة إجراءات خاصة بالحماية الاجتماعية الاستثنائية. وكمان وزارة الداخلية هتوفر مستلزمات المدارس للطلاب بتخفيضات تصل إلى 30% ضمن مبادرة كلنا واحد. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التموين هتبدأ في صرف السلع التموينية على بطاقات التموين بعد الزيادة اللي وجه بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية. النهاردة وزارة الداخلية هتطلق فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية ولمدة شهر، وده بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد. المبادرة بتوفر كل المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة بتصل ل 30%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. برضو النهاردة هتنطلق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، والنتيجة هيتم إعلانها قبل يوم 10 سبتمبر. النهاردة هتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الأولى في لائحة القيد والانتقالات الخاصة لموسم 2022-2023 من الدوري المصري، وهتستمر لحد يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر لكل المراحل السنية، وده معناه إن كل فريق أمامه أسبوعين لقيد لاعبيه من قائمة الموسم الماضي وأيضاً العائدين من الإعارات.